مساء الخير على كل المشاهدين ومتابعين قناة القاهرة والناس، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج حقك مع المشاكس. خلونا نبتدي مع أول فقرة من فقراتنا النهاردة وهي ترند الأسبوع. في الفترة الأخيرة شهدت عدة محافظات مجموعة من الحرائق، منها اللي في مستشفيات ومنها اللي في مخازن، ولكن كان أصعب حريق هو حريق العتبة اللي فضل أكتر من 16 ساعة. بعد السيطرة عليه اتجددت النار تاني وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخمادها بشكل كامل. خلينا نروح لحريق العتبة ومعانا مداخلة مع اللواء أيمن سيد الأهل، مستشار الحماية المدنية وتأمين المنشآت السابق. أهلا وسهلا مع اللواء، أخبار حضرتك؟ الحمد لله وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدين، وشاكر جدا الاهتمام بهذا الموضوع الهام اللي بيشغل الكثيرين. طبعا ربنا يخليك سيادة اللواء. خلينا نخش في الموضوع مباشرة، لأن الموضوع انتشر بشكل مبالغ فيه، وانتشار الحرائق الفترة الأخيرة أصبح فعلاً أزمة كبيرة، فعايزين نعرف السبب في انتشار هذه الحرائق. هل هو عدم اتباع المنشآت الصناعية أو التجارية للخدمات التأمينية أو الأمان لمكافحة الحرائق، ولا سببه ارتفاع حرارة الجو، ولا سببه انقطاع الكهرباء؟ عايزين نعرف السبب المباشر لانتشار هذه الظاهرة. طيب طبعا في البداية لو اتكلمنا عن منطقة العتبة والمسكي والأسواق القاهرة القديمة كلها، يمكن اللي بينطبق عليها ممكن بعضه ينطبق على الآخرين ولا ينطبق على الأماكن الأخرى يعني، لكن خلينا نقول بالنسبة لمنطقة العتبة والمسكي تحديدا والأزبكية برضو اللي هي الفجالة وخلافه، احنا بنواجه أو في خلل أساسي وهو عدم الالتزام بأي اشتراطات أو قواعد وقاية من الحريق، دي رقم واحد. رقم اتنين العشوائية المتناهية في تلك الأسواق، بمعنى أنشطة متداخلة مع بعضها لا يجوز أنها تتجمع في نفس المكان، أيضا تخزين وبيع في نفس الوقت، وده شيء خاطئ مخالف لكل القواعد. باختصار يعني الجميع بيهرع وبيحزم على تلك الأحداث وتلك الخسائر، لكن بأمانة يمكن أنا في فترة من الفترات كنت مدير للإطفاء للمنطقة دي، أقدر أقول لك إن ربنا كريم جدا 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 معانا، إن ما فيش مثلا الحرائق دي بتطلع كل يوم، ده ممكن بتحصل مرة في السنة، ده شيء رائع يعني. طب الطبيعي ان هذه المنطقه لا تخلو من الحرائق. طب سياده اللواء، ما برضو على الجانب الاخر الناس بتسال، هل في لجان تفتيشيه من قبل الحمايه المدنيه والدفاع المدني على هذه المنشات واتباعها للنظام والاشتراطات الامنيه او اللازمه؟ تمام في لجان في تفتيشيه عشان ما نروحش لمثل هذه الكوارث. في يا فندم في لجان بتنزل، احنا كنا بنعمل تفتيش او مرورات دورية، بنعمل محاضر، بنخطر المحافظة او الجهات المعنية في الحكم المحلي، بنخطر النيابة العامة، يعني كنا بنعمل يعني او بمعنى اصح عملنا محاضر كتيرة جدا. ولكن ما هي العقوبة؟ العقوبة بسيطة، غرامة. طب هو حضرتك قلت في عشوائيه، يعني هل لما بيتعمل محضر وبينزل الحمايه المدنيه او الدفاع المدني بتعمل تقرير بالموضوع وتخطر النيابه العامه وتخطر رؤساء الاحياء، هل ده بيعتبر تقصير من المحليات ورؤساء الاحياء في ان هم ينفذوا قرار الحمايه المدنيه بازاله هذه المخالفات علشان ما يحصلش مثل هذه الكوارث؟ الموضوع مش بالبساطه اللي حضرتك الكل ممكن يفهمها بالصوره دي. اولا دي الاماكن ديت النهارده هي مركز للثروات وثقل يعني اقتصادي جبار. انا معاك ان احنا بنهدر تلك الثروات او هذا الاقتصاد، ولكن خلينا نقول الرادع هنا هو القانون. طيب القانون يعني احنا لما بنطلب الغلق بنطلب فصل المرافق بتيجي الابعاد السياسيه او الابعاد العامه للوضع ايه. المحافظة مش هتقدر تغلق، مش هيقدر يخشوا في مشاكل جانبية أخرى، القانون في النهاية هو اللي هيتطبق فياخد غرامة، خلاص انتهى الأمر على كده.
وإن تم الغلق، ودي بتحصل كتير، الغلق الإداري حتى غلق بالشمع أوقات كتيرة بقرار من النيابة كمان بيزال الشمع. طب بيزال الشمع ويفتح النشاط تاني، طب غرامة إزالة الشمع إيه؟ 100 جنيه، فمش مشكلة. طب ما إحنا يعني كده وضعنا الحكومة ما بين بعيدة. المطرقة والسندال يا معالي اللواء، ما بين إن إحنا مش عايزين نحافظ على القوة الاقتصادية أو زي ما قلت حضرتك الرواج اللي هو في منطقة زي العتبة والموسكي، وفي نفس الوقت برضو حريق زي ده أدى إلى كارثة بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات الحماية المدنية أو اشتراطات الدفاع المدني. في محورين من خبرتي في السوق ده أو في الأسواق دي أو في التجارة أو في الأسلوب التجاري اللي مش شغال في مصر، في وسيلتين يجب اتباعهم بالتوازي مع بعض. الجزء الشق القانوني وهو تغليظ العقوبة أو الغرامة أو بحس بحاجة رادعة أي حد يخاف منها، وده مش هو الحل الوحيد. لا، يجب أن يمشي على نفس الخط بالتوازي معاه حاجة اسمها توعية مجتمعية. لازم الناس تبقى عارفة من نفسها أن أنا الفلوس اللي في إيدي أو الثروة اللي معايا أو التجارة اللي عندي هي مش مجرد ملك، هي في إيدي لكن ده كله اقتصاد دولة، اقتصاد مجتمع بيعود على الكل. الخراب اللي بيحصل لواحد ممكن يضر آخرين، فلازم نديهم وعي ان انا بحافظ لك على مالك مش حبا فيك وبس، انت لازم احافظ لك على مالك كدور الدولة، ولكن انا بحافظ في النهاية على اقتصاد كبير لمجتمع او لدولة بحالها. السمعة السيئة مع انتشار الحرائق وتبادل الاعلام والصور اللي بتتنقل عن تلك الاسواق العشوائية في اعظم مدينة موجودة في الشرق كله بهذا الحجم، صور مخجلة بصراحة. فأنا مش بقول إن إحنا تشديد مرة واحدة، ولكن لازم توعية. الوعي إذا وصل للناس كلها سواء المواطن العادي أو التاجر أو الصانع، هو من نفسه اللي مش هيستخسر يصرف عشان يحافظ على ماله. المواطن اللي بيروح أماكن صعب إنه يخرج منها لو حصل حريق، حضرتك لو مشيت في أسواق الموسكي والأماكن ديت في ممرات والله بتمشي فيها من الجنب، صعب تدخل عربية المطافي فيها طبعا. أنا بخلاف عربية المطافي، أنا بتكلم الناس اللي جوه لو اتحجزت عشان تخرج مأساة، عشان تخرج مفيش ممرات. أبسط قواعد الوقاية الطرقات والممرات لازم تبقى سليمة ومفيهاش تخزين ومفيهاش وما تقلش عن 6 متر، دي قانون. احنا مش يعني الدولة قامت بدورها من سنوات وعملت قانون اللي هو القواعد اللي نقدر نقول عليها الهندسية السليمة لمواجهة كل حاجة بما فيها بالإنشاء، الطرقات، عدد عرض السلالم، التخزين يبقى إزاي، والأنشطة تترتب إزاي. مش حد طبعا التزم، ولكن إحنا ينقصنا المزيد من الوعي. عشان كده أنا يمكن في البداية قلت لحضرتك أنا بحيي حضرتك للاهتمام بهذا الموضوع، لأن الوعي هو من أهم ملفاته، وبنأمل أن تتم معالجة هذا الملف بشكل كامل. نشكر حضرتك سيادة اللواء على مداخلتك معانا، وبنأمل أن ملف الحرائق أو ملف المحال التجارية والتزامها باشتراطات الدفاع المدني والحماية المدنية يتم حله بالكامل، وده طبعا لازم يبقى يتم بموازنة ما بين صاحب المحل التجاري والحماية المدنية. دور الحماية المدنية والدفاع المدني هي الرقابة والتفتيش وإلى آخره، وتغليظ العقوبات على المخالفين، والدور التاني الخاص بأصحاب المحال التجارية علشان ما نلاقيش كوارث زي دي إن هو يلتزم بكل الاشتراطات اللي بتحطها الحماية المدنية ويلتزم بالقانون حفاظاً على روحه وحفاظاً على تجارته. تدنونا بعد الفاصل مع قضية الساعة. فوضى شهادات الماجستير والدكتوراه وعصابات بيع الوهم. قضية الساعة. محدش فينا وهو قاعد كده بيتفرج على السوشيال ميديا ما شافش مركز أو جهة معينة بتقول له تعالى ونديك دكتوراه في مقابل مبلغ معين أو عدد ساعات دراسية معينة 3 شهور أو 4 شهور، سواء كانت دكتوراه أو ماجستير. ناهيك طبعاً عن الدكتوراه
الكورال مزورة والماجستير المضروب والعصابات اللي ظهرت في الفترة الأخيرة وابتدت تنتشر انتشار غير عادي في ضرب وتزوير رسائل الدكتوراه والماجستير. كان من الواجب علينا طبعاً نفتح ملف دكتوراه الوهمية والماجستير المزور لأن لقينا أو واجهنا حاجات خطيرة جداً لبعض اللي بيعلموا الطلاب بتوعنا معاهم شهادات دكتوراه مزورة أو من جهات غير معلومة. خلونا نفتح ملف النهاردة ونناقش الموضوع مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في الاستوديو الأستاذ عبد الرحمن عبادي الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون التعليم بجريدة الأهرام. أهلا وسهلا منور الدنيا. أهلا بحك أستاذ عبد الرحمن. كلمني في البداية كده إيه سبب اهتمام الناس بالدكتوراه والماجستير إن هو يبقى حاصل على دكتوراه؟ هيعمل بها إيه في مصر إلا إذا كان صاحب تخصصي؟ طيب هو يمكن احنا عندنا مقولة شهيرة زمان، مصر بلد شهادات. كلمة مصر بلد شهادات طبعا هو الدكتوراه والماجستير في مختلف دول العالم ما كانش بيسعى إليها إلا الصفوة الباحثين عن العلم طول الوقت أو اللي هم عايزين يشتغلوا في العمل الأكاديمي. يعني الطريق الطبيعي والواضح للحصول على الدكتوراه والماجستير في العالم كله هو إن واحد عايز يترقى في السلك الأكاديمي أو واحد عايز يترقى في السلك البحثي ويكمل شغله، إن هو واحد عالم عايز يكمل مجاله وحياته كلها في هذا القطاع. إحنا بقى عندنا من فترة الستينات كانت بدأت تظهر فكرة الشهادات الماجستير والدكتوراه اللي هي من جامعات ضعيفة. كان في جانب من أبناء المجتمع اللي عنده قدرة مادية كان بيسافر برا علشان يسافر في دول من الدول اللي هي شرق أوروبا، أوكرانيا، رومانيا، المجر، اللي هي كان فيها نوع من الجامعات الضعيفة اللي بتقبل فكرة إن واحد يجي ياخد فترة دراسة ما بتبقاش جدية قوي وبيحصل على الشهادة ويجي هنا بلقب، يحمل لقب دكتور. لقب دكتور، وأحيانا كان بيتقدم بيها عشان يعادلها من المجلس الأعلى للجامعات. أحيانا المجلس الأعلى للجامعات كان في قبل كده ما كانش فيه ضوابط قوية فكان بيتعادل له الشهادة. هذا النوع بقى تطور مع الأيام لغاية لما حصل طبعا مع تطور التكنولوجيا في الفترة في السنوات الأخيرة والكلام ده كله بدأ الموضوع ينتشر ويتطور إلى ما يعرف بشهادات الأونلاين، إن واحد يبقى قاعد هنا لا بيه ولا عليه ويبعت تواصل مع جهة خارجية مع الجامعات الضعيفة دي ويقول لهم إحنا هنعمل لك التعليم أونلاين. هل الجامعات أو الجهات دي ضعيفة ولا غير معتمدة في الأصل؟ هي في الأول كانت فكرة ضعيفة، أنا بقول لك نشأت الفكرة منين؟ ضعيفة وتعطي دكتوراه أو ماجستير معتمدة ولا هي أصلا ضعيفة في الأول وليست الأول معتمدة؟ في المراحل الأولى من القصة إن إحنا كنا بنتعامل مع جامعات ضعيفة. جامعات ضعيفة يعني ليس لها اعتراف أكاديمي في أي دولة في العالم. منظومة الدراسة فيها لا ترقى إلى فكرة الدراسة الأكاديمية البحتة، الأبحاث العلمية بتاعتها ما فيهاش الجدية المطلوبة. دي المرحلة الأولى. القصة لما تطورت ووصلنا في المرحلة يعني في مقابلة وبيدفع فلوس ياخد شهادة، ياخد شهادة دون بس أي كان بقى تعليم أكاديمي، كان بيلتزم بقى أنه يروح يقعد فترة زمنية معينة وياخد دراسة. يعني كان في نوع من أشكال أو من أركان العملية التعليمية. ما يحدث حاليا من فوضى مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي اتخلق نوع جديد من فكرة الدكتوراه الأونلاين اللي هي دكتوراه أونلاين، شهادة أونلاين، الشهادة الأونلاين بشكل عام. طبعا التعليم الأونلاين في العالم كله لا زال موضع شك وعدم ثقة، يعني نادر جدا لما تلاقي هناك اعتراف بنظام تعليمي أونلاين بشكل مباشر. حتى في فترة كوفيد لما تم الاعتماد على التعليم الأونلاين بشكل كامل ظهرت له مشاكل منعت التوسع فيه فيما تلا ذلك من مراحل. طب ما هو برضو الناس بتتساءل وإحنا كمان بنتساءل، لو كانت هذه الجهات جهات الضعيفة اللي بتعطي شهادات أو بتبيع شهادات الدكتوراه والماجستير بيتم تصديقها من الجهات هو هنا بقى في جزء خداع وبتبقى في بعض الأحيان هذه الأختام صحيحة. طيب هو في جزء خداع، هي دي بقى حتة فيها جزء خداع مجتمعي كبير. إحنا أولا هي الشهادات دي بتبقى مصدقة منين؟ بتبقى مصدقة من جهة من مكاتب الدبلوماسية. مكاتب الدبلوماسية طبيعي جدا أنت لما تروح مثلا تشتغل أنا مش هقولك راح تجيب شهادة، أنت راح تشتغل في دولة من الدول برا مصر أو في أي دولة تانية خرج مصر من السياق كله هتروح تشتغل، طبيعي جدا لو عملت أي ممارسة
في هذا المكان وطلبت عليه توثيق ان الحاجه دي حصلت في هذا المكان، بتاخد التوثيق عليه حتى لو كانت السفاره المصريه بتاعتك. هي هو هي التوثيق ده مش توثيق ان دي شهاده، التوثيق ده ان دي ورقه من صحه الختام، صحه ختم بس، زي صحه التوقيع. صح، التوقيع ده لا يصح، لكن مضمون الشهاده لا يصح، بس ما بتدخلش فيه الجهل. بالظبط بالظبط، احنا بنتكلم كل ده برضو لسه في مرحله الحاجات اللي هو الناس اللي بتدور على شهادات وبتسعى اليها وبتاخدها بشكل ما، ضعيفه مش ضعيفه. لكن ظهرت نوع تاني برضو وده الاخطر، اللي هو فكره الشهادات المزوره، عصابات تزوير الشهادات، ودي اكبر كارثه بنواجهها في مجتمعات العالم كله، مش في مصر بس، هتلاقيها في دول الشرق الاوسط منتشر فكره عصابات. احنا حتى العصابات اللي بنكتشفها هنا غالبا بتبقى عصابات اقليميه، ما بتبقاش عصابات محليه. طب بحكم عمل حضرتك اشهر وقائع تزوير الشهادات الدكتوراه والماجستير اللي حضرتك اشتغلت عليها او احنا في اخر سنتين اصلا عندنا وقعتين شهيرتين. عندنا وقعة الأولى لسه من شهور كانت تم رصدها والمجلس الأعلى للجامعات كشفها، واحد وصل لدرجة عميد معهد عالي، دراسات عالي، واكتشفوا أنه لم يحصل على شهادة البكالوريوس بالطريق السليم. شهادته البكالوريوس بتاعته مزورة، الماجستير مزور، الدكتوراه مزورة، يعني ما هوش مؤهل عليه أصلا بالمناسبة. ومع أنه مقدم بشهادات المفترض أنها شهادات صادرة عن جامعات حكومية عادية، لكن كلها شهادات طلعت أصلها إنها مزورة. واحد تاني فضل يدرس 5 سنين في إحدى الجامعات الخاصة ومتقدم للجامعات الخاصة بشهادات تثبت إنه هو حاصل على درجة الدكتوراه، وبعد الفحص مع المراجعة في المجلس الأعلى للجامعات اكتشفوا إن هذه شهاداته أيضا مزورة. يبقى كده ده الشريحة، زي ما قلت لك كان الهدف إنك أنت تاخد الشهادة نوع من الوجهة الاجتماعية. واحد بياخد شهادة سواء ضعيفة أو بيزور شهادة أو بيلجأ إنه ياخد شهادة عشان خاطر وجهة اجتماعية، لا، أصبح إن دلوقتي اللي بيحصل على الشهادات دي بيستخدمها استخدام سيء. وطبعا هنا بقى دخلنا في البعد القانوني، هنا التجريم القانوني ظهر عندما ظهر أثر للشهادة، عندما أصبح إن مستخدم الشهادة إن اللي بيحصل على الشهادات التزوير في الأول كان يقولك إيه احيانا ايه، طب ما هو في واحد راح، وده بتحصل كتير. احنا عندنا في مصر دلوقتي وزاره التعليم العالي عامله لجنه ضبطيه قضائيه من 2000 بسبب كيانات بتزعم انها بتدي شهادات من اول الليسانس لغايه الدكتوراه. انت عارف القايمه السوداء اللي مطلعاها وزاره التعليم العالي من كام يوم رصد كام كيان يقوم بتزوير شهادات الدكتوراه والماجستير؟ 458 كيان تم إغلاقهم في محتوى في 27 محافظة على مصر. طيب على النقيض الآخر، شهادات الدكتوراه معتمدة بقى من هي الجامعات المصرية الحكومية، رأي حضرتك إيه في اللي بنشوف مثلا زي ما اتناقشت معاك قبل الفقرة، واحد يروح يقدم على الدكتوراه أو الماجستير في جامعة حكومية عن شمس، حلوان، منصورة، وبيخلي غيره هو اللي يعمل له الرسالة ويجتهد ويعمل كل حاجة، وفي الآخر هو ياخد الدكتوراه على المستريح. برضو هرجع للجزئية اللي كنت بكلم في حضرتك فيها من شوية، إزاي نقدر نقنن الموضوع؟ هرجع لحضرتك من شوية، إحنا كانت في مرحلة من المراحل كان في توسع في منظومة الدراسات العليا بشكل كبير، كان كل من هب ودب بيدخل بعد ما ياخد البكالوريوس خدها بتقدير جيد بمقبول بيسجل دراسات عليا ويكمل بقى الماجستير والدكتوراه. وكان في بعض الجامعات تمام بيبقى فيها نوع من التساهل في موضوع محتوى الرسائل العلمية، وظهرت على الهامش برضو مجموعة من المنتفعين اللي هو فكرة إيه باحث سابق مش عارف إيه يقولك أنا هعدلك الرسالة. المكاتب دي انتشرت لما التطور التكنولوجي بقى والسوشيال ميديا دخلت في الموضوع، بقينا نقرأ إعلانات كل يوم في إعداد رسائل الدكتوراه، إعداد رسائل الدكتوراه والماجستير، إعداد مش عارف إيه. تمام، القصة مش بقتش كمان قصر على فكرة إعداد رسائل الدكتوراه والماجستير. أنا بقول لحضرتك هو في ضوابط الوزارة، وزارة التعليم العالي في مصر دلوقتي، أيوة، هي عايزين بنعرف الضوابط. يعني واحد دلوقتي قدم على رسالة دكتوراه رسالة ماجستير، واحد تاني خالص هو اللي عمل له أو أعدله الرسالة بتاعته، وزارة التعليم العالي بدأت تضع مجلس أعلى الجامعات بدأ يضع ضوابط قاسية في تسجيل الطلاب للدراسات العليا، يعني خاصة في تخصصات طبية مثلا، تخصصات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والهندسة، أصبح في انتقاء
لطبيعة الطالب اللي هيسجل. مش كل طالب عايز يتقدم يسجل دراسات عليا. بس ما زالت بعض الجامعات لسه بتقبل. لا يزال لا يزال. والقصة كبيرة والقصة أخطر من كده بقى. مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي دي بقت أكبر خطر على منظومة البحث العلمي في العالم كله. ده أصبح عندك فيه تطبيقات ذكاء اصطناعي وفي ربع ساعة ممكن يعدلك رسالة، تعمل لك رسالة الدكتوراه، رسالة كاملة، بحث الماجستير، وانت وكمان يعني بيسهل التحايل. يعني في تطورات تكنولوجية بتسمح ان التطبيقات دي تتحايل حتى على التطبيقات التكنولوجية اللي بتقيس نسب الاقتباس من في الرسائل. ازاي الجامعات تقدر تحكم الموضوع؟ ازاي تعمل رقابة؟ ازاي وزارة التعليم العالي تحكم رقابتها في الوضع اللي احنا شايفينه ده؟ كده هتبقى كارثة. ما هي احنا للأسف ده العالم كله بيواجه التحدي ده، مش احنا بس. المشكلة ان طبعا تقنيات الذكاء الاصطناعي دي بتطلع اول باول، وفي حاجات بيتم اكتشافها يعني بالصدفة. يعني ده اللي حضرتك بتقوله، لو حصل في كليات الطب كارثة مجتمعية. احنا هنواجه في العالم كله، هنواجه في العالم كله مرحلة عدم الثقة، انعدام ثقة في منظومة البحث العلمي، لغاية لما نبدأ نتوصل لآليات وضوابط تقدر تحكم. لأن طبعا التكنولوجيا لا سيطرة عليها. انت حتى لو ما بتحط ضابط عشان تقدر تحكم، يعني من 4 أو 5 سنين كانت وزارة التعليم العالي بدأت تعتمد على ما يسمى ببرامج كشف الاقتباس، ان لو البحث ده مسروق من حتة تانية فبنحطه على برنامج الكتروني، البرنامج الالكتروني بيكشف لي نسبة الاقتباس، يقول ان البحث ده فيه نسبة اقتباس معينة. للأسف بقى في تحايل على هذه البرامج. تطور الذكاء الاصطناعي بقى، يعني بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحديثة اللي بتتطور كل يوم واللي بتخرج كل يوم، بقت برضو بتتحايل على التحايل. فهكذا هنفضل في دايرة التطور عمال إذن التسع. احنا يعني ألف للمواجهة، لازم ما نركزش على الكم، نرجع تاني بقى للتركيز على الكيف. لازم فكرة الإشراف المباشر وأن يبقى فيه إعادة صياغة لفكرة قواعد إعداد الدراسات، إعداد رسائل البحث العلمي والدراسات العليا. لازم اللي قائمين على وضع القواعد الجديدة يكون برضو متابعين للتطورات. ما هو ما ينفعش، أنا آسف مع احترام كامل لأساتذتنا الكبار 60 و70 سنة، لكن هو ما يعرفش اصلا يعني ايه اللي بيحصل على الكمبيوتر. فلازم اطور حتى وادرب القائمين على فكره الاشراف على منظومه البحث العلمي والدراسات. طب استاذ عبد الرحمن، خلينا نروح لنقطه تانية. واحنا في موسم تنسيق الجامعات وطلاب الثانويه العامه، اخواتنا عايزين نديهم برضو نصيحه، ازاي يعرفوا الكيان المعترف به من وزاره التعليم العالي والكيان الوهمي؟ لأن بنشوف كيانات وهمية كتير قوي وغير معتمدة. دي نقطة مهمة جدا. الوزارة اشتغلت عليها في آخر 5 سنين، إن بدأت تخاطب الطلاب وأولياء الأمور بطريقتهم. هو الكيان ده بيتسلل للطالب إزاي؟ بيتسلل له عن طريق إعلانات السوشيال ميديا، بيتسلل له عن طريق القنوات التلفزيونية، بيتسلل له عن طريق المواقع الإلكترونية على الإنترنت. الوزارة، وزارة التعليم العالي في مصر، استحدثت صفحات لها على كل منصات التواصل، منصات التواصل المختلفة. الكيان التعليمي ده ذكاء، حطت على المنصة، على كل منصاتها حطت حاجتين. الحاجة الأولى ما يسمى بالجامعات والمعاهد ومؤسسات التعليم العالي المعترف بيها والمعتمد بيها، بتحدثها سنويا، وده جهد رائع بتتعمل في الوزارة شهريا، يحدث القائمة دي عشان لو فتح الجامعة جديدة يقدر يضيفها عليه. وحط على الجانب الآخر ما يسمى بالقائمة السوداء للكيانات الوهمية. حط قائمة سوداء بتضم أي مكان يتقفش ويتقفل بيكتبوا، لأن طبعا بيحصل تحايل. خلي بالك، في كيانات دي بتتحاول للنيابة وتتقفل، خلي بالك، ويرجع يفتح تاني، ويرجع يفتح تاني باسم تاني في نفس المكان. وأحيانا بيسعى أنه يحصل على يتحايل على وضعه غير قانوني بأنه يحصل على ترخيص عمل إداري. هو بيعمل إيه؟ ياخد ترخيص أنه هو شركة مع ملف ضريبي، أن أنا بقدم خدمات تدريبية، يعني أنا بقدم خدمات تدريبية ما بقدمش حاجة، ويجي جوه الطلاب الإعلان على السوشيال ميديا على الفيسبوك. كده من حق التعليم العالي أن هي بتلتجئ للضبطية القضائية. الضبطية القضائية بقى دي خش المكان بقى. أحسن حاجة فيها، أو اللي حصل، التطور اللي حصل فيها في وزارة التعليم العالي، أن ما بقتش قصر على موظفين من التعليم العالي، بقت تشمل موظفين من التعليم العالي، موظفين من وزارة العدل، موظفين من محليات. فأصبح فيها
نوع من الإلمام ومتابعة مستمرة، وغير إن هي فتحت قنوات تواصل مع المجتمع. يعني المجتمع خلي بالك بقى هو يبلغ عن الكيانات دي. بس للأسف الظاهرة ستظل مستمرة، وطالما هناك تطور تكنولوجي، طالما هتستمر ظاهرة الكيانات الوهمية أو تزوير الشهادات، إصابات التزوير أو الشهادات الضعيفة اللي كل يوم بنشوفها، عروض بيع الشهادة الماجستير المهني، عروض بيع الشهادات الفخرية والدكتوراه الفخرية، كل ده بقى يعني نوع من المجتمع. هنا بقى يبقى دور إن إحنا مجلس الأعلى للجامعات تطوير آلياته وأدواته في كشف واكتشاف هذه الظواهر المتطورة والمرتبطة بتطور التكنولوجيا. طيب في ذات السياق برضو طلاب الثانوية العامة اللي بيلجأوا للخارج بقى، اللي هم ممكن يقعوا فريسة برضو لكيانات وهمية. الدولة يعني برضو الدولة شفنا كتير قوي طلاب أدبي نلاقيهم راحوا طب أوكرانيا، طب في أوكرانيا، طب في أوكرانيا. دي كارثة. كانوا بيروحوا طب في أوكرانيا وطلاب ساقطين، والشهادات دي بتعتمد هنا في مصر، وطلاب ساقطين ثانوية والشهادات دي بتعتمد هنا في مصر. اللي كان بيحصل بقى إيه؟ لا، مصر كانت بتحط حتى قواعد صارمة في هذا الموضوع، لكن تحت ضغط الظروف لما حصلت موضوع الحرب الأوكرانية الدولة مش هتقدر تسيب ولادها برا، فبدأت تجيبهم. بس بعد برضو حطت قواعد إن الطالب اللي جاي هنا أنا لازم أتأكد على الأقل الحد الأدنى إن الطالب ده درس في الثانوية العامة أحياء بالظبط، طالما دخل طب. فبدأت تحط قواعد إن هي الطالب اللي هيرجع لي لازم أن يكون واخد ثانوية عامة بنظام علمي علوم من مصر أو من الشهادات المعادلة ليها. الحاجة التانية، مصر سدت أو قضت بشكل شبه نهائي أنا في اعتقادي أن منظومة إدرس في مصر، دولة بتجمع أكتر من وزارة وأكتر من جهة بتديرها، منظومة إدرس في مصر دي اللي هي المنصة الإلكترونية اللي أنشأتها الدولة، هذه المنصة سيكون لها دور في الفترة القادمة في الحد من ظاهرة سفر أبنائنا للخارج، خاصة أن الدولة المصرية توسعت في إنشاء منظومات التعليم العالي. إحنا بقى عندنا 9 منظومات تعليم عالي، زمان كان عندنا جامعات حكومية، جامعات خاصة من 20 سنة أول مرة وشوية معاهد، إحنا بقى عندنا جامعات أجنبية، فروع لجامعات أجنبية، جامعات أهلية بشراكة مع جامعات أجنبية، تمام، جامعات تكنولوجية، أكاديميات عالمية شراكة مع جامعات عالمية على مستوى الحكومة. إذن بقى عندي أنا بقيت أجيب الجامعات اللي برة أجيبها لكم هنا عشان ما تسافرش برة. أصبح عندي 109 جامعة، أصبح عندي فرصة هتبقى متاحة للالتحاق بمختلف أنظمة التعليم. يعني لو لاحظت أن جامعات العاصمة الإدارية أو مؤسسات التعليم الدولي في العاصمة الإدارية بتجيب فروع، بتستخدم فروع من دول مختلفة، هتلاقي دول أوروبية، من دول أمريكية، من بريطانيا، من دول أسيوية، من عندنا جامعه جايه من جامعات جايه من ناحيه اليابان، جامعات جايه من الصين. اذا مختلف الانظمه التعليميه العالميه بقت عندنا على الارض المصريه، ما بقاش الطالب محتاج يخرج بره، وبقت برضو القبول فيها بقواعدهم، والدوله برضو حاطه نوع ان المؤسسات اللي بتستضيف الفروع دي تبقى خاضعه لاشراف الدوله علشان ما تستخدم لناش فروع ضعيفه او فروع تنشئ او تعمل لنا تسبب لنا في مشكله تزوير شهادات جديد. نشكر حضرتك أستاذ عبد الرحمن أن أنت نورتنا النهاردة في فتحنا الملف شهادات الماجستير والدكتوراه المزورة أو من مراكز وهمية. في الأخير إحنا طبعا ما علينا إلا النصيحة، مش لقبك هو اللي هيعمل لك مكانة اجتماعية إلا إذا كنت تستحق هذا اللقب عن جدارة. خلي عندك مبدأ أن أنت تكون صاحب علم أكاديمي ومستحق لهذا اللقب. تنونا بعد الفاصل مع قضية رأي عام. بعد تجاوز موسم الصيف السينمائي 200 مليون جنيه، هل الإيرادات هي سر النجاح؟ ومن يستحق لقب صوت مصر؟ قضية رأي عام. دائماً ما يقال وزي ما كلنا عارفين أن الدراما هي المرآة لحياة المجتمع.
أو مرآة المجتمع. النهاردة خلونا نناقش موسم الصيف السينمائي وأهم الأعمال السينمائية والدرامية واللي تم طرحها في الأسواق في هذا الصيف أو في هذا الموسم. مشرفنا النهاردة الأستاذ طارق الشناوي الناقد الفني لمناقشة هذا الملف. أهلا أستاذ طارق، منور الدنيا كلها. كلك ذوق، شكرا. أستاذ طارق، حضرتك بداية كده شايف موسم الصيف السينمائي حتى الآن، شايفه إزاي؟ هو الموسم لم يتوقف بعد، ده لسه ما تم طرحه. ما تم هذا الموسم، يعني في قدر من التنوع، ما أقدرش ننكر. الإيرادات فيها مفاجآت، في يعني زي ولاد رزق مثلا، مفاجأة رقمية إنه جاب ضعف أعلى رقم اتحقق السنة اللي فاتت، كان بيت الروبي مثلا. بيت الروبي كان 100 مليون مثلا و10 و20، ده هو راح خلاها 200 مليون واكثر. ده كان مفاجاه للمنتجين الفيلم مثلا او القائمين بالعمل، اعتقد بالنسبه لهم، ولا هم كانوا بيعملوا على تحقيق هذا الرقم؟ هو طبعا وهم بيصنعوا الفيلم اكيد في توجه لعمل فيلم تجاري، وكلمه تجاري ده توصيف للسينما، للشكل، الملامح السينما، يعني فيلم يستطيع ان هو يجذب المتفرج لكي يشاهده. بعد كلمه تجاري ممكن تقول في افكار، ما فيش افكار، مش يعني طيب اللغه، يعني في حاجات تانية نتكلم عنها. بس مؤكد انه طارق العريان المخرج وصلاح جاهيني اللي هو الكاتب، الاثنين كان في ذهنهم، وبالذات طارق، انه بما انه عنده قدره على قراءه الجمهور، فهو بنسبه كبيره بيفهم الجمهور بيحب ايه، قدم له الحاله اللي ممكن يحقق رقم استثنائي. هو حضرتك قلت نجاحه تجاريا، هل النجاح التجاري بتاعه بس يعني تجاريا؟ فيلم نقدر نقول فيلم اولاد رزق نجح تجاريا فقط؟ بص، النجاح التجاري استند الى حاله ابداعيه قدر المخرج يوظف فيها كل ادواته، من تصوير لمونتاج لموسيقى لفن اداء ممثل، كلها اسلحه، لمؤثرات صوتيه وبصريه، كلها اسلحه عند المخرج. ممكن يعني نجح تجاريا وفنيا كمان. ممكن كل الاسلحه دي تروح لمخرج وامكانيات ربما اكبر، وما يقدرش يعمل العمل ناجح. يعني عايز اقول هو القوه الاقتصاديه تمكنك من اسلحه معينه، لكن انك انت تجيد توظيفها ده موضوع تاني. يعني انك تحقق من خلالها نجاح طاغي ده حاجه تانيه. مش كل امكانيات بالضروره بتؤدي الى رواج تجاري ونجاح جماهيري. الفيلم طبعا عمل ارقام. طب دي اهم مميزات فيلم اولاد رزق ثلاثة. طب اللي ما عجبكش في الفيلم ايه بقى؟ بص، المساله انا الواحد يدخل الفيلم بقانونه، وده خطا ساعات بنقع فيه. احنا عايزين بقانون طارق الشناوي. ايوه، لا، ما بقانون الفيلم. انا اي عمل فني ما بفرضش قانوني، اتفرج هو عايز ايه. هو الراجل لم يدعي شيء، يعني ما فيش ادعاء في الكتابه خالص، هو عايز يبسطك وبإمكانيات، عنده إمكانيات، لكن كمان فاهم إنه إمكانيات وحدها لا تكفي، فدخلك في أجواء وصراعات وخلاك تتمثل الأبطال، واهتم جدا مخرج بالأبطال المساعدين. يعني ما كانش فقط همه عز وعمر، لا، كان الحالة كلها في أبطال جديدة طلعت في الفيلم. أيوة، ده صحيح. الدور الثانوي اللي هو قد يكون على الورق حجمه قليل كمساحة، لكن له عمق. هل من المحتمل ان احنا نشوف عمل تاني بينافس هذا العمل؟ اظن ان هو هيفتح افاق المنتجين ان احنا ممكن نضخ اموال اكتر ونكسب اكتر. المشكلة انه غالبا بيتم رصد الميزانية طبقا لما هو متوقع في السوق. لما بيزداد التوقع او الواقع بيجيب رقم اعلى، فبالتالي انت من الاول بتدي ميزانيه اكبر. اولاد رزق ثلاثة اللي اتشاركت فيها هيئه الترفيه من الاول كان الرهان عند تركي الشيخ اللي هو مسؤول عن الهيئه، انه لا، هنراهن بمبالغ كبيره وهننجح في الرهان، وده اللي حصل. يعني نقدر نقول ان المستشار تركي الشيخ خد الريسك ونجح. لان هو طبعا انت هل بالنسبه له كان ريسك؟ هو كان حاسبها اكيد، لكن لو انت نظريا بتبص عليها وانت مش شايف هو شايف ايه، بالنسبه لي يقول لك لا، ريسك الارقام دي، لان السوق عنده سقف. يعني السوق المصري كان سقفه
100 مليون مثلا و200 هو حقق كل 20. ده هو عدى السقف كمان اللي تم. عشان كده لما بيكون انت ليك سقف، فلما السقف بيتم مضاعفته بيبقى فعلا، انا بتكلم على الداخل مش على الخارج، كل ده على السوق المصري اللي هو عنده في الاخر اخره هنا، فلما تلاقي الاخر ده تضاعف لا يبقى هنا في رهان ذكي جدا انك انت لا ممكن تحط اكتر، تراهن اكتر وحلمك يبقى اكبر. وممكن ده فتلاقي يعني ما اعرفش هو في اتجاه يعمله رابع، بس لاي مدى هيتعمل؟ هل هيتعمل 25 ولا هيتاجل؟ انه يبقى في تفكير ازاي نعلي اكتر. في نفس وقت طرح فيلم اولاد رزق 3 برضو كان في افلام موجوده في السوق زي اهل الكهف ولعبه مع العيال وعصابه الماكس واكس مراتي. لا اكس ده نزل مؤخرا، لسه عامل نجاح حقيقي. حضرتك شايف بقى الافلام دي هل برضو تجاريا نجحت؟ لا. ولا بسبب برضو زي ما انت قلت ووضحت حضرتك ان هم المنتجين ما خدوش الريسك زي مستشار تركي الشيخ وعدوا بالفيلم المرحله الثانيه زي اولاد رزق 3؟ خد بالك مش كل فيلم، مش اي فيلم ممكن تحط فيه ارقام عظيمه كبيره وتضمن لا لا حسبه تانية تبقى انت شايف جمهورك ودارسه كويس، وبالتالي لما هزود يبقى عندك الريسك هنا هي المغامره المحسوبه يعني تبقى حاسبها. لكن لا يعني مثلا هو أهل الكهف عنده مشكلة، هو الجدل بقى اللي أثير حوالين فيلم أهل الكهف اللي هو مش التهف. أولاً مش توقيته اللي نزل في العيد ده مش فيلم عيد، جمهور العيد مع اللي عارفين جمهور العيد، أنا متفرج دايماً على الأفلام مع الجمهور العادي، ده مش ممكن يبقى ينجح في مع الجمهور العادي ولا جمهور العيد تحديداً. يعني هو اختيار التوقيت الخاص نزول الفيلم كان سبب من أسباب فشله تجارياً. خطأ طبعا ممكن يكون، ولكن تقييمك للعمل كان ما راحش في مساحة بعيدة عن النوع ده من الأفلام، عشان تقدم لي لازم تعلي شوية. أهل الكهف طبعا رواية معروفة وتعملت، طويل حكيم تعملت مسرح بالمناسبة كمان أظن ثلاثينيات وفشلت، لأنه توفيق الحكيم يعني هي تعتبر كده فشلت مسرح وسينما. الحقيقة هقول لك انا هو اللي حصل ان توفيق الحكيم دايما يتعلم لي مسرح ذهني فكري. طب هي فشلت بسبب ايه سينمائيا يعني؟ بص كان محتاجه لمعالجه بسبب سوء المعالجه على مستوى الكتابه على مستوى الاخراج. وبعدين خالد ممثل، خالد النبوي مؤكد ممثل موهوب محترف طبعا وموهوب وكله، ولكن في نجوميه شباك التذاكر لها قانون ما نقدرش حتى نحيله إلى معادلات منطقية. يعني إيه؟ يعني عادل إمام مثلا ينزل تحط اسمه عادل إمام على أي عمل فني يكسر الدنيا، ممكن يبقى هناك من هو أفضل في فن الأداء من عادل إمام، لكنه هو الأكثر قدرة على جذب الجمهور. خالد ما عندوش قدرة على الجذب، كل محاولاته السينمائية كبطل فشلت، لكن هو بينجح ممكن في التلفزيون لأن جمهور الميديا التلفزيون غير جمهور السينما. يعني هو يعني اختيار خالد النبوي للسيناريو في فيلم أهل الكهف يعتبر اختيار غير موفق. هو بس هو مش اختار، أكيد مخرج اختار ومنتج راهن عليه. يعني خالد ما قالهمش هاتوني بقى بطل، لا وحاولوا حطوا معاه أكتر من فنان، بقت يعني الأفيش فيه متعدد الأسماء، ولكن في النهاية الجمهور بيقطع التذكرة للبطل. صح. فلو البطل مش جاذب ما عندوش جاذبية النجم بتفقد انت اول اسلحتك، وانا بتصور ان ده جزء مهم جدا في تكوين السينما. السينما زمان ما كانش فيه نجوم، اول ما بدأت السينما في هوليوود كان المخرج، الناس تكلم على مخرج، بعد كده اكتشفوا ان الناس بيقطع التذكرة، يعني ده مش اختراع مصري لا ده احنا توارثناه بالاسم النجم، فبدأت يبقى في حاجه اسمها النجوميه وخلق النجم وبقى الحكايه. بس احنا شفنا كان في بطوله لخالد النبوي في فيلم مع احمد السقا الديلر، عمل دور كويس جدا، وكان يعتبر دور بطوله جدا بطوله مواجهه. وهنا بقى بيحصل حاجه، ده جزء مهم ولا دي جت على سبيل الصدفه؟ لا لا مش بالصدفه، انا هقول لك ده. هنا انت جاوبت على السؤال، انت ممكن تقطع التذكره لاحمد السقا وتتفرج على اتفاجئ بخالد، تتفرج على خالد ويعجبك خالد، بس انت تذكر لمين؟ لاحمد السقا. لاحمد السقا يعني الناس لما اختارت فيلم الديلر اختارته اكيد الجمهور لاحمد السقا.
اكيد واتفاجئنا باداء خالد النبوي في فيلم وبعد كده عجبهم. هو ده بقى فيما بعد فيلم الديلر ما كانش فيه اي توفيق لخالد النبوي انه يلعب دور بطوله سينمائيا، لكن عمل وفشل. لا عمل وفشل، عمل اكتر من عمل، كان مش حسن طيار، عمل حاجات كمان تجاريه، يعني عمل اكتر من عمل فني تجاري مباشر، واخد بالك؟ زي حسن طيارة ده، هو أظن كان سائق ميكروباص، واللي هو الواد بقى الجدع ابن بلد مش عارف ايه، الحاجات اللي بتعجب الجمهور. مع خالد الجمهور ما قطعش تذكرة، هو الأمر ده خارج عن إرادته، بس محتاج ان هو يواجه نفسه بيه عشان يقدر يشتغل في السينما. يعني مثلا في أفلام أتذكر الخلية كان أحمد عز، انت على بطولة أحمد عز واللي كان معاه ممدوح، هو رشحه وكان اخراج طارق العريان، رشح خالد، كان هو جنب البطل كويس، قال لهم اسمي ينزل زي احمد عز نفس البنط وما يسبقنيش. طبعا هنا انت عايز تغير قانون، القانون ما بيتغيرش، قانون الشباك. انت ممثل موهوب لكن مش نجم شباك، هي بص خط كده فاصل صعب جدا انك انت تقول ليه ملهاش ليه بجد. يعني في مسائل ما نقدرش نقننها علميا. طب احنا لو بدلنا الكراسي وكان المستشار تركي الشيخ راهن على مثلا خالد النبوي ان هو يخش بطوله مع احمد عز وعمر في فيلم اولاد رزق 3، لا ما كانش هل كان هتظهر بطولته داخل الفيلم جنب احمد عز زي ما ظهرت جنب احمد عز؟ قلت لك هو موهوب، يعني هو مؤكد ممثل موهوب لكن ما عندوش نجوميه الشباك، ما بتقطعلوش تذكره. يعني اقول لك حاجه، سعاد محمد كمطربه صوت عظيم جدا لكن مش مطربه شباك، ما تعملش حفله، وتكسر الدنيا. ورغم انه اسال اي موسيقار بما فيهم عبد الوهاب اللي عمره ما لحن لها يقول لك دي صوت عظيم ولكن مش نجمه شباك، لكن ما اقدرش اراهن عليها، واخد بالك؟ فهي الامر ده اصله ملوش حسب، وما اقدرش اقول امكانيات، لا، انك انت يبقى عندك نجوميه شباك، وممكن يبقى عندك نجوميه شباك في حاجه وفي حاجه تانية لا. يعني في مثلا محمد رمضان نجم في التلفزيون، ما عادش يقدر ينكر ده، يجيب ارقام اعلى الارقام، واخد بالك؟ في التوزيع، وبالتالي بياخد اعلى اجر كايه؟ كنجم في التلفزيون في الدراما. حطه بقى في السينما ما بيجيبش ده. نجم شباك برضه. لا حصل، كان في رهان عليه من اول عبده موتى من حوالي 12 سنه لكن ما قدرش يكمل، كانت مراهناته غلط فلم يتحقق كنجم شباك سينمائي، لكن هو تحقق كنجم شباك تلفزيوني وايضا كمطرب او مغني. لما بيعمل حفلات بيجيب ايرادات عاليه جدا طبعا. فهو هنا حتى نجوميه الشباك مش مطلقه، المطلق مش دايما لحد، لا ومش مطلقة في كذا مجال. الوحيد ودي كلمة حق يجب أن نذكرها لعادل إمام، عمل نجومية شباك مطلقة في الأربع وسائط، ألا وهي الإذاعة، ما تتذكرش أنت طبعا، أنا أتذكر إذاعة الشرق الأوسط تعمل له مسلسل يكسر الدنيا، أدي كصوت. يعمل مسلسل تلفزيوني يكسر الدنيا، يعمل مسرح يبقى مصر. أعلى إيراد في تاريخ المسرح المصري كله، يعمل سينما يستمر على قمة النجومية 30-40 سنة على قمة الشباك. لا باستثناء عادل لم يستطع أحد حتى الآن، لن يتكرر أو ممكن يتكرر، ولكن يعني بالله نراهن الزمن القادم، لكن لغاية اللحظة دي أقول لك بالمنطق صعب يتكرر، لكن ليس مستحيلا طبعا، ربنا قادر على أنه يدينا مواهب كثيرة. خلينا نروح الموضوع، ربنا يدي له عمر والصحة العادل، آمين يا رب. خلينا نروح لموضوع تاني يا أستاذ طارق، وهو فيلم الملحد، أثار ضجة كبيرة جدا قبل نزوله أو عرضه في السينمات. هل إثارة الضجة أو أزمة فيلم الملحد بسبب إن الكاتب الفيلم إبراهيم عيسى، ولا أزمته في المسمى نفسه؟ المسمى مؤكد هيخدك، لكن لو تخيل جدلا إن قلت الملحد تأليف دكتور مصطفى محمود، هيحصل حاجة؟ لا خالص، واخد بالك؟ انت الملحد هتبص ملحد يا خبر، وهتبص قرينا تحت دكتور مصطفى محمود على عيني وعلى راسي، خلاص خلصت. طيب لكن هو بيبقى فيلم الملحد تاليف الاستاذ ابراهيم عيسى، طبعا هي المشكله، يعني الازمه في صديقنا ابراهيم عيسى ان هو
في انطباع مسبق، في انطباع مسبق، ظل أثار الضجة. الملحد إبراهيم عيسى هو صديق عزيز إبراهيم، ويعني وإحنا لنا بينا عشرة قوية من أيام روزا كويس، واشتغلت معاه كرئيس تحرير في أكتر من جريدة، ولكن هو إبراهيم قسط كبير من الهجوم سببه إبراهيم. طبعا علميا من يتحمل مسؤولية الفيلم؟ المخرج طبعا. الفيلم يساوي المخرج وليس الكاتب، لأن المخرج بس دلوقتي اللي بيتحمل مسؤولية الفيلم هو الكاتب النهاردة، اللي حصل الكاتب، لكن لكن هو علميا المخرج، المخرج يعني محمد العدل اللي هو مندو، يعني هو اللي مفروض ان احنا نقول له. لكن لنجومية إبراهيم ولطغيانه وللحالة اللي بينه وبين الناس القديمة وأفكاره ومش عارفة ايه وبتاع، وصارته للجدل الدائم في كل القضايا دي اللي يمكن سرق الكاميرا. لكن لا يمكن للرقابة المصرية انها تروج للإلحاد، لا يمكن طبعا. ولازم نفرق بين تقدم شخصية ملحد، ده أنا بشوفه أحد واجبات الدراما، إنك تروج للمعالجة الدرامية نفسها. لازم تقدم شخصية ملحد. مش في ملحد أنت لم تقابل الملحدين، العالم فيه ملحدين، في ملحدين كتير صح. في نسبة كبيرة من الملحدين في العالم كله، في مصر أكيد، بس إنما هل أنت بتروج ده موضوع، ولا بتقدم قناعتها وجهة نظرها وتعمل مناقشة؟ أوكي، هو بعض الناس مش منتقدين الملحد كفكرة فيلم أكتر ما هم منتقدين كاتب الفيلم. ما هو ده انه تعرف في الثلاثينيات في احد الكتاب عمل كتاب اسمه ايه، لماذا انا ملحد، في اكتر من كده لم يصادر الكتاب، لم يصادر. طب ايه اللي حصل في مصر؟ بكلم على الثلاثينيات، كاتب اخر رد عليه قال له لماذا انا مؤمن، ما قالوش حتى مسلم او مسيحي، مؤمن بربنا، واخد بالك؟ خلصت. بس طب ننتقل لموضوع تاني بقى، المطربة شيرين والأزمات اللي عمالة تتعرض عليها من واحدة للتانية، ربنا يشفيها. كل يوم والتاني هذي موضوع شيرين، نرجع لأزمة شيرين، هذي موضوع شيرين، نرجع لأزمة شيرين. بص، أنا ممكن إنها بتتعالج والدكتور بيعالجها من الإدمان كويس، دكتور عظيم يعني، مش أول مرة، لكن أتصور إن هذه المرة عندها إرادة يعني انها تكمل العلاج، اتمنى ان تكمل العلاج اذا قدرت. انت هو لازم الاول الانسان يبقى سوي عشان يبقى الفنان سوي، ما فيش فنان سوي الا من انسان سوي. فهو في مشكله عندها بتعانيها. مش ممكن بالتفصيل. حسام حبيب هو سبب الازمه، مش هنتكلم يعني بشكل مباشر كده، لكن هو مؤكد انه هو لكل شيء سبب، جزء حميم بالازمه، لان هي في كل حته بتتكلم بتقول حاجات، اذا صحت تبقى مشكله. واحد ياخد فلوس حد يحاول يخلي بناتها يكرهوها، يصورها، وشفنا الصور دي وهي في حاله عصبيه، حاله هياك تام دوت. ما حدش يصور يعني. انت لو تحب انسان، كل انسان منا معرض ان هو يخرج، يعني يخرج عن قدرته على ضبط الحاله بتاعته، كلنا في ممكن. لكن حد يصورك وبعد كده ينشر الصور دي ويستغل انه ان انت مغيب في لحظات او في حاجات كتيره. بص، اساسا حتى هي لغت اكتر من حفله مؤخرا، اساسا ان تعود شيرين الى شيرين، وان تتخلص من كل المشاكل الصحيه اللي بتعانيها، ساعتها هتملك اراده اتخاذ القرار. هي خد بالك، انت لما بتكون تحت واقع الادمان بتبقى منزوع الإرادة، وأي حد ممكن يسيطر عليك. فهي عندما تسترد إرادتها ويكتمل علاجها على يد الدكتور اللي هي دايما تحييه، وأنا مبسوط إنها أصبح دم تكلم عن الدكتور بكل الحب ده، يبقى هي حريصة أن تستكمل علاجها. ندعي ربنا إنها تشفى وتعود صوت عظيم، أحد أهم يعني الأصوات العربية. طب هو مفيش حد من الوسط يا أستاذ طارق يتدخل ينهي هذه الأزمة بينها وبين حساب حبيب؟ لا، أصلا مش أزمة، ده هي مرض. هي لما حسام حبيب عندما تشفى، ما هو الحب مرض برضه. عندما تشفى، واخد بالك، ستشفى من كل شيء. يعني هي الانسان وتشفى من حسام حبيب، اكيد، لانه اظن بعد اللي بنقراه كله مش ممكن، يعني حتى لو هو مش صحيح 100% ما تقوله شيرين، هفترض جدلا انه ليس صحيحا، لكن ازاي تقبل انك انت تعيش مع حد
تشوهك بالطريقه دي على الراي العام. اللي بتكتبه يعني مهين جدا لاي انسان الحقيقه. فبالتالي هو المفروض كمان يجري يعني بعد الكلام اللي قالته. طيب خلينا نروح لموضوع تاني بقى هو خاص بالغناء والمطربه انغام. رجعنا للجدل تاني علشان نقول مين يستحق لقب صوت مصر. هل بالفعل انغام تستحقه؟ هي صوت من مصر. صوت عظيم. انا بحب انغام جدا. انغام اعرفها وهي طفله. وانا كنت فاكر يعني كان في مكالمه وهي طفله انا قلت اكيد نسيها. فممكن من 4 شهور ولا حاجه اكتشفت انها فاكراها. وكانت جدعه فيها، مش هقول التفاصيل، لكن يعني كان في اتهام معين لاقرب الناس اليها. فهي انتزعت السماعه كلمتني خلصة يعني وقالت لي بلاش تكتب عن ده يعني حاجه كده. المهم مش بدون تفاصيل حسيت انها ناضجه وهي طفله. وفعلا منحاز للانغام لان انا يعني شايف انها تستحق لقب صوت. لا بس هو مساله صوت مصر. صوت مصر ده لقب اطلق على شاديه سنه 70، ومش انا اللي اطلقته ولا بعض نقاد اطلقوه ولا صحفيين. الشعب المصري قال على شاديه صوت مصر، والعرب اقروا انها صوت مصر. كويس. فيبقى بالتالي لما تقال صوت زي كوكب الشرق، هل ممكن واحده تسمي نفسها كوكب الشرق؟ اكيد لا. لا طبعا. خلاص هي ام كلثوم. لو قلت جارة القمر هل يجوز ان حد؟ طيب لو قلنا العندليب هل في اخر غير عبد الحليم؟ لا طبعا. وهكذا. ما حدش سمي نفسه مثلا موسيقار الاجيال. لا، ما خلاص ده عبد الوهاب لقب. صح، خدوا عبد الوهاب، خلصت. فبالتالي اللقب، بص، اولا في نهايه الامر اللقب عمره ما بيرفع حد او بينزل حد. لو قلت انا الصوت الاعظم وسمعتني وما عجبتكش ولا حاجه. فانغام صوت من اهم الاصوات المصريه في الأربعين عام الاخيره، و40 يمكن رقم ناس تشوفه مبالغ فيه، لكن لانها بدات وهي طفله فعندها رصيد 40 عام. ليست بحاجه الى لقب صوت مصر، لانه هذا اللقب الناس منحته المصريين والعرب حتى الان لفنانه كبيره شاديه. ليه؟ غنت يا حبيبتي يا مصر في عز الهزيمه، والناس كلها ما تعرفش ان حبيبتي يا مصر تغني سنه 70 ومصر مهزومه. انت لما تسمع الغنوه اللي حلها بليغ حمدي كتبها محمد حمزه تعتقد انها بعد 73. الغنوه مبهجه مش كده؟ لكن دي بعد 67، بعد الهزيمه، بعد الهزيمه سنه 70 في عز الهزيمه. هي كل حكايه شاديه وهي قاعده مع حمزه وبليغ بيعملوا بروفا لغنوه ثانيه اسمها عالي عالي. فهي قالت يا حبيبتي يا مصر، قالتها بحرقه. فسابوا العود، ساب بليغ العود وساب حمزه الورقه وقعد كلمه يا حبيبتي يا مصر، خد من وراها باحساس شاديه خلته يكتب يا حبيبتي يا مصر الغنوه الجميله دي. فهي الغنوه حميمه قوي، حميمه علينا قوي، واللقب حميم جدا لشاديه. وبالتالي انغام مش محتاجه، يعني هو لقب صوت مصر هو حصري للفنانة شادي. ولكن تظل أنغام التنافس بقى ما بين المطربات على بس تظل أنغام واحدة من أجمل وأعمق وأكثر الأصوات دراسة. يعني دي وهي طفلة صغيرة اتعلمت مفتاح سول وتعلمت تطلع السلم الموسيقي قبل ما تعرف تطلع السلم بتاع البيت. يعني تخيل واحد بدأ حياته يسمع موسيقى ويفهم موسيقى وهو لسه بيحبو قبل ما يتعلم النطق بالكلمات، كانت بتنطق بالأنغام. فعشان كده أنا مش عايزها تبدد طاقتها في لقب مش لها، لقب له مطربة عظيمة رحلت عن عالمنا. لكن ما نقدرش نقول الرحيل مبرر إن حد ياخد اللقب. وبالتالي أنغام، أنت بتقدر تذكر أنغام ليه؟ لأنها واخدة لقب صوت مصر ولا لأنها أنغام؟ لأنها أنغام طبعا. أنغام بس بالظبط. أغانيها بتنجح لأنها أنغام وعاملة شريط هايل. صح، كويس. شريطها الأخير وفعلا اللقب لا يضيف لها شيئا. بس لكن ساعات الإنسان لا شعوريا يدخل في معركة مش بتاعته. ساعات الناس يدخلك في معركة ويخلي كل طاقتك، خد بالك، يعني في مؤيد وفي معارض، يحطك في كورنر معين وانت غصب عنك هتفضل انت في معركة. مش واخد بالك، طبعا دي مش معركتي. يعني هي لو قال دي مش معركتي، انا أنغام خلاص. بس طيب نروح للدراما أستاذ طارق. هل انت حضرتك شايف ان الدراما او التلفزيون دلوقتي ابتعدت عن ما يعانيه المواطن؟
يعني ما اصبحتش الدراما بتنقل معاناة المواطن. بص خلينا نقول مصدر المواطن هي مسألة مش للكتاب. انا طبعا في كتاب كبار وكتاب جدد اعرف في معاناة انه لازم السقف الرقابي يرتفع، واعتقد ان في توجه على هذا النحو، بالتالي تناقش كل القضايا. طبعا كيف تناقش ده موضوع تاني، بس تناقش. فكتير من الكتاب نفسهم يقولوا موضوعات وبعض في بعض سيناريوهات موجودة عند الرقيب لسه لم يسمح بتداولها. أتمنى إنه السقف يعلو، وبالتالي الفكر سيعلو والإبداع سيعلو والوطن سيعلو. كل شيء محتاج فقط أن يعلو سقف الرقابي أكثر قليلا أو كثيرا بالأحرى مما نحن عليه. حضرتك شايف الموسم رمضان القادم هل هيقتصر على المسلسلات اللي هي قصيرة الحلقات زي 15 حلقة، ولا هنرجع تاني لل 30 حلقة؟ هتلاقي مش بس 15، هتلاقي 10 وهتلاقي 7 وهتلاقي 8، وده حضرتك بتفضله ده الأحسن طبعا، وهتلاقي 17 هتلاقي أرقام متعددة، وده عودة صحيحة لحالة فكرة صحيح المسار. ليه بقى؟ لأن الناس كانت بتضطر، تعرف اللت والعجن، نعمل لك أي هي لت وعجن، اضطر يقعد ال 30 حلقة يقعد 30. طبعا يجب أن نذكر شيء، الإيقاع قال العمل الدرامي ليس له علاقة بعدد حلقاته، لكن له العلاقة الأساسية بالمادة الدرامية. بمعنى أن ممكن عمل 7 حلقات سباعية يبقى إيقاعه زي الزفت مترهل مع أنه سباعية، ممكن عمل 30 حلقة يبقى إيقاع سريع. يبقى الفارق إيه؟ المادة الدرامية هي اللي بتفرض قانونها. ممكن عمل يبقى 60 حلقة، لكن أنا بعتقد أنه مع المنصات بدأت تغير فكر المتلقي، فبدأ يشوف أعمال 12 حلقة و11 حلقة، يعني أرقام مش متعودين عليها. احنا متعودين دايما 30، ولما يعني بقت 15 ابدا احنا هنكسر كل ده. هتلاقي 17 رقم غريب بس هيبقى موجود، 11 ده رقم حلو مش متداول صح، هتلاقي 11 وهكذا. هنا بقى الماده الدراميه هتفرض قانونها، والمتفرج او المتلقي هو لن يقبل على اي عمل فيه حلقات مجرد سد خانه، فبالتالي هتقل شويه 30 لكن لن تنتهي. نشكر حضرتك يا استاذ طارق على ان انت نورتنا النهارده في شكرا برنامجنا. شكرا ليك انت، وشكرا ربنا يخليك، وشكرا على الاسئله الجميله، ونامل ان تعود مصر الى الصناعه الحقيقيه وصاحبه الرياده في صناعه السينما والدراما. طبعا طبعا ربنا يخليك يا استاذ طارق. وبكده خلصت فقرتنا في قضيه راي عام، استنونا بعد الفاصل والكبسوله القانونيه. وصلنا لآخر فقرة من فقرات برنامجنا النهاردة، الكبسولة القانونية. نشوف النهاردة الكبسولة القانونية بتاعتنا هتودينا لفين. العملات الرقمية وأشهرها البيتكوين. خلي بالك إن مجرد التعامل مع العملات الرقمية، ده سواء بالترويج ليها أو بنشرها أو مساعدة أحد الأشخاص على نشرها، بيعرض للمساءلة القانونية. مش بس كده، ده أنت هتتعرض للحبس وغرامات مالية كبيرة جداً، ممكن تصل لعشرة مليون جنيه، وده طبقاً لتعليمات البنك المركزي بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي، اللي بموجبه منع تداول هذه العملات إلا بتصريح من البنك المركزي. كده خلصت حلقتنا النهاردة في برنامج حقك مع المشاكس. استنونا الجمعة الجاية إن شاء الله على قناة القاهرة والناس، وحلقة جديدة من حلقات حقك مع المشاكس.